السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بنا في هذا الفيديو الجديد. هذه تقريبا 20 يوم باش تكلمت لكم على واحد القضية خطيرة لهزات ساكنة طنجة. غادي نعود لكم القضية باختصار باش نعود نفكركم فيها. الأمر يتعلق باختفاء سيدة في الخمسينيات من العمر ديالها، بعد ما وصلت بنتها في اليوم الأول ديالها في العمل كممرضة بالمستشفى الجامعي الجديد بمنطقة قزنايا ضواحي طنجة. السيدة اللي كانت مختفية وسميتها عائشة العوار، خرجت هي وبنتها صباح الأربعاء 3 ماي 2023، ركبوا سيارة أجرة من نوع مرسيدس 240 اللي وصلتهم إلى غاية المستشفى الجامعي، ودخلت البنت باش تبدأ العمل ديالها، والأم ديالها بقات كتشوف فيها وكتشير لها بيدها من أمام الباب الرئيسي ديال المستشفى. وكان هذا هو الوداع الأخير ما بين الأم والبنت ديالها، لأنه من ديك الوقيتة السيدة عائشة غبر لها الآثار. وصلت العشية، السيدة عائشة ما رجعتش لدارها، والتليفون ديالها طفى وما بانش لها الآثار، الشي اللي خلى الأسرة ديالها بما فيهم الزوج ديالها أنه يمشي توجه للمصالح الأمنية ويقدم شكاية لدى ولاية أمن طنجة باختفاء الزوجة ديالته. المصالح الأمنية من بعد ما استمعوا للأسرة ديال السيدة عائشة كانوا شاكين في مول الطاكسي هو اللي خطف هاد السيدة، لأن البنت قالت لهم الشيفور ما مشاش وبقى كيتسنى حدا الباب ديال السبيطار، وشكوا أنه تقدر تكون رجعت معاه. ولكن المحققين استمعوا للزوج ديال المختفية وبقاو شاكين فيه، ومن الأمن انتقل للمنزل ديال الأسرة دقوا على الزوج باش يحل عليهم. هو غير شاف البوليس جاو للدار، ناض طلع للسطح ونقز من الدوزيام ايطاج كمحاولة للهروب، واتصاب بكسر وتم نقله للمستعجلات ودارت ليه عملية جراحية وبقى تحت الحراسة الطبية في المستشفى. ومنين ولات الحالة الصحية ديالو تحسنات، حقوا معاه البوليس باش يعرفوا شنو هو السبب اللي خلاه يحاول يهرب من السطح، اذا شي حاجه مخبيها او لا خايف منها. ولكن السيد راسو قاسح، ما بغاش يتعاون مع المحققين في بدايه الامر، ولكن منين زيروا معاه اعترف، وهنا كانت صدمه قويه، وهذا الشيء اللي غتسمعوا دابا بصح كيخلع وبزاف. اذا بعد ما يقارب شهر من التحقيقات، اخيرا المصالح الامنيه بطنجة تمكنت البارحة مساء من فك لغز اختفاء السيدة عائشة اللي اختفت في ظروف غامضة من امام المستشفى الجامعي من بعد ما وصلت بنتها في اول يوم للعمل لها. وكنت اسف بزاف انني نخبركم انه تم العثور على السيدة عائشة، ولكن للأسف لقوها جثة هامدة. الجثة ديال المختفية كانت مدفونة بالغابة الدبلوماسية ضواحي المدينة، غير بعيد من المستشفى الجامعي اللي كانت وصلت ليه بنتها ذاك الصباح قبل ما يغبر لها الآثار. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمها والله يجعل مثواها الجنة يا ربي أمين، والله يصبر وليداتها والعائلة ديالها. بعد ما تم إجراء التحقيقات اللازمة من قبل الشرطة القضائية، توصلوا أن زوج الضحية هو المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة ديال القتل، وتبين أنه هو اللي قام بقتل الزوجة ديالته ودفنها في منطقة مهجورة تعرف بالميريكان قرب نادي الرماية، وهي منطقة معروفة عند السكان ديال مدينة طنجة. استدرجها للغابة وخنقها حتى قطع فيها النفس، وحفر واحد الحفرة كبيرة ودفنها وردم عليها التراب وغطاها بالربيع. هاد الحفرة اللي كانت ما بين الشجر وما بين الربيع، واحد البلاصة اللي اختارها مزيان باش حتى شي واحد ما تبان ليه ديك الحفرة او اللي يشك فيها. مشى لدارو تسنى حتى العشية، ومن بعد منها مشى بلغ السلطات بالاختفاء ديال الزوجة ديالو باش يبعد عليه الشبهات، وناض نشر الصور ديالها مع ولادو في الصفحات ديال الفيسبوك، ودار نداء اللي شاف هاد السيدة يعلم السلطات، ولكن الروح عزيزة عند الله. واخا هاد المجرم حاول يخفي الجريمة ديالو، ربي دغيا فضحو، بقى كيراوغ في الاول قال المحققين انا ما درت والو وما عرفتهاش فين مشات. منين قالوا ليه علاش اللي حاولتي تهرب ونقزتي من السطح وزيروه، اعترف فعلا انه هو اللي قتلها،
ومن جديد بدا كيراوغ، ما بغاش يوري للمحققين فين دار الجثه ديال السيده، ولكن بعد تحقيقات مطوله معاه عاد اعترف فين دفنها وسط الغابه. السلطات مباشره هزوه ومشاو وراهم المكان بالضبط، وهنا غادي تحضر الشرطه العلميه والوقايه المدنيه وحفروا البلاصه اللي وراهم المجرم، وفعلا لقاو الجثه ديال المرحومه عائشه مدفونه وعليها اثار الخنق. من بعد تم نقل الجثه لمستودع الاموات من اجل التشريح الطبي، بينما الزوج مازال كيحقوا معاه باش يعرفوا شنو هي الاسباب والدوافع الحقيقيه اللي خلاته يصفيها لمرتو بهالطريقه البشعه ويدفنها في الغابه، وشنا هو نوع الخلاف اللي بيناتهم اللي خلى الامور توصل لهالدرجه ديال ارتكاب جريمه قتل. الضحيه كان عندها 4 ديال الوليدات مع رجلها اللي هو المتهم الرئيسي في هاد الجريمه، يعني مرحم مرتو مرحم دوك الوليدات اللي هما اليوم تيتموا من الام ديالهم الله يرحمها، وتيتموا كذلك من باهم، واخا باقي على قيد الحياه غادي يدوز داكشي اللي باقي ليه في عمره في الحبس. اش غادي يقول لله سبحانه وتعالى؟ واش غادي يقول دوك الوليدات اللي تكرفس عليهم؟ واش من عذر غادي يقنعهم به؟ واش هاد الوليدات باقين غادي يشوفوا في وجهه او باقين غادي يزوروه في الحبس بعد ما حرمهم من الام ديالهم بطريقه بشعه؟ واش هاد الاولاد غيقدروا يسامحوا باباهم على هاد الفعل الشنيع؟ واش هاد الاولاد غادي يقدروا ينساو هاد الكارثه اللي دمرات حياتهم؟ كيفاش غادي تكون نفسيتهم اليوم؟ وكيفاش غادي يكون مستقبلهم غدا؟ وشكون غادي يرد لهم البال؟ شكون غادي يصرف عليهم؟ يعني كارثه بجميع المقاييس، اسره دمرات باكملها. كنتسائل هنا مجموعه ديال التساؤلات، علاش هاد الاب ما فكرش في هاد الشيء كامل قبل ما يرتكب الجريمه؟ وعلاش ما فكرش للمصلحه ديال ولادو؟ علاش ما يتفارق مع هاد المراه حبيا وما يخليش الامور توصل حتى لهاد الخطوره كاملها؟ ودابا ولادو هما الضحيه، غادي يكبروا بلا ام وبلا اب، الله يحسن لهم العوان. من جهه اخرى اش بغى عندها مسكينه؟ فرحانه ببنتها يلاه تخرجات وخدمات، وناضت في داك الصباح بكري ووصلتها مسكينه للخدمه ديالتها، وبقات كتشوف فيها وهي داخله للمستشفى في اول نهار ليها وكتداعى معاها، سيري يا بنتي الله يعاونك الله يوفقك. فرحانه ببنتها وبالخدمه ديالتها وكتقول بنتي صافي غادي تكون مستقبلها، بنتي غادي تولي حتى هي بالماندا ديالتها، بنتي غادي تعاوني حتى هي على الزمان. ولكن للاسف وقعت الواقعه وهذا الشيء كامل تدمر. الصراحه لله الله يحسن العوان ديك البنت الى ما حماقتش، غتبقى تفكر دائما الصوره ديال الام ديالها في اخر وداع بيناتهم، وهي كتشير ليها بايديها وكتقول لها بسلامه بنتي الله يعاونك. كي غدير هاد البنت هادي مسكينه تنسى الام ديالها؟ وكي غدير تسامح الاب ديالها اللي كان حتى هو داك النهار معاهم في نفس اللحظه ولكن مخبي كيتسنى غير البنت تدخل المستشفى باش يوقف على مرتو ويستدرجها ويجرها للغابه ويقتلها؟ يعني هاد السيد درس الخطه مزيان، عارف التوقيت وعارف المكان اللي يصلح للقتل والدفن في الغابه اللي ما يجيب لهم حتى شي واحد الخبر، تقتل وتحفر وتدفن بلا ما يشوفك حتى شي واحد او اللي يسمع الخبر ديالكم شي واحد. يعني هذا الشيء راه بزاف اخوتي، هذا الشيء ديال الافلام. من جهه ثانيه كلشي الناس اللي متبعين هذه القضيه كيتسائلوا اش كاع غتكون دارت هاد السيده حتى تستحق هذا المصير في هذا العمر ومن بعد هذه العشره الطويله اللي جمعات ما بيناتهم؟ شنو هو السبب كاع اللي خلي هاد الزوج يقتل مرتو ويتكفس على الجثه ديالها ويدفنها مسكينه في الغابه؟ تصوروا معايا زوجه عايشه مع مجرم وهي ما عارفاش، والله اخوتي لما بقى امان في هاد الدنيا غير الله يلطف بينا وخلاص. زوج بطنجه يقتل زوجته ثم يدفنها في الغابه ثم يبلغ الامن باختفائها. تمكنت عناصر الامن التابعه للمصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بولايه امن طنجه مساء البارحه الاربعاء من فك لغز اختفاء سيده في ظروف غامضه بعد اكتشاف مكان دفنها بغابه مجاوره للطريق السيار على مستوى منطقه كزنايا بطنجه. وقد تم العثور على جثه السيده المختفيه منذ نحو 20 يوما،
وقد دفنت وسط عشب كثيف بغابة قريبة من الطريق المؤدية إلى مدينة أصيلة والمحادية لمنتجع سياحي، حيث وقعت فصول الجريمة البشعة التي تورط فيها زوج الضحية والذي كان برفقة عناصر الشرطة والدرك الملكي والشرطة العلمية والسلطات المحلية التي حلت بمكان وقوع الجريمة وفقا لمصادر خاصة. فقد جرى فك لغز الجريمة بعدما تمكنت عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة من إقناع زوج الضحية الذي كان يتابع العلاج بالمستشفى لإرشاد مصالح الأمن البارحة الأربعاء صوب مكان دفن زوجته التي هز اختفاؤها المثير للجدل الرأي العام المحلي. وأوضحت مصادر أن عناصر الأمن كثفت من أبحاثها وتحرياتها منذ أن تقدم الزوج المتهم ببلاغ كاذب لدى مصالح الأمن بطنجة يخبرهم من خلاله أن زوجته اختفت عن الأنظار بعدما رافقت ابنتها نحو العمل بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمنطقة كزنايا بطنجة قبل أن تضعه عناصر الأمن قيد الحراسة بالمستشفى المحلي محمد الخامس عقب سقوطه من طابق منزله أثناء وصول عناصر الشرطة لمنزل الضحية بمنطقة البرانس القديم. ومنذ نحو 3 أسابيع وضع الزوج المتهم قيد الحراسة الطبية وسط تعنته أمام عناصر الشرطة في الكشف عن مكان اختفاء زوجته. وبسبب تعرضه لكسر على مستوى اليد أجريت له عملية جراحية عاجلة قبل أن يرشد عناصر الأمن إلى مكان دفنه لزوجته بعدما قام بقتلها خنقا حسب معطيات أولية. وقامت عناصر الوقاية المدنية بحفر مكان الدفن قبل نقل الجثة عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات التابع لمستشفى دوق دوطفار، حيث ينتظر أن يتم تشريح الجثة بأمر من النيابة العامة لمعرفة حيثيات مقتل السيدة، فيما نقلت عناصر الأمن الزوج المتهم لمواصلة التحقيق معه قبل إحالته على أنظار قاضي التحقيق باستئنافية طنجة. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد. تهلاو ليا فراسكم بزاف، مع السلامة.